حبيت انه اليوم جبت لكم النسخه العربيه تبعول الكتاب. هلا هيدا الكتاب بعد انتم اول عالم عم تحصلوا عليه على فكره، لانه توقيعهم هارد ثلاثه يعني بعد كم يوم. سو انتم بعد اكيد شور ايه فور شور اكيد. هلا ديورينج السيشن اسمه 365 نحو حياة إيجابية، لأنه لحتى تكونوا إيجابيين دائما. واليوم حنحكي كثير عن الإيجابية. أبو الميل لعيب يلا أوكي. هلا أنا كمان في رافائيل وإيهاب كمان لألون كتاب. أوكي مين بعد ما أخذ؟ تمام أوكي أورايت. مين منكم شي مرة من المرات حس هيدا الإحساس، هيدي الكلمة تبقول I'm not good enough، مني الشخص المناسب؟ من وين جايبينه؟ فتشي يا دينا، هيدي أنت لما كنت بيبي ما كان عندك إياها صح؟ فإذا أنت من وين جايبتيها؟ من وين تعلمتيها؟ من وين حسيتي؟ ليش تحكمتي هيدا الحكم؟ من وين جبتي؟ يعني دايما أنا بحس نفسي أقل من اللي قدامي أو أقل من وين جايبتيها؟ رجعي لطفولتك، رجعي للي احنا وصغار، قديش كان في مقارنة؟ قديش كان في مقارنة بالأحسن؟ قديش كان في انتبهي، وما ضروري كمان يكون فقط من جانب الأهل، في يكون من جانب المدرسة، في يكون وفي يكون هيدا الشيء عن غير قصد. لا هو مش من الأهل، من الناس برا كان دايما يعني بشوفي كذا عامل ازاي اعمل ليش ما بتعملي مثله. سو ام نوت جود انف او مني هيدا انا الشخص المناسب. ليش حاملينا اليوم نحن؟ لانه حاملينا من وراء معتقدات كثيره. امن انتبهوا، في ما اكون انا جيد بهيدا الشيء، ماني عم اقول انه بالمطلق غلط التعبير. يعني مثلا ما بعرف، اعطيني دليل ليش بدك تفشلي. شوفوا دماغي كيف بيحلل. انا بدي صدقك انه انت رح تفشلي، عم صدق دماغك. قولي لي ليش. لما توصل لمرحله انه مثلا حدا بيقول لك انه واو انه الشيء اللي عم تعمله، بتخاف انه ما ترجع تعمله منيح قد ما. ليش اللي عمل؟ ليش نحن اذا شي يوم سقت السياره منيح ثاني يوم فيني اوقع ما بعرف سوقها؟ لا ما خالص، بس ايه معك حق. شو في شيء انسان يكون صار له 10 سنين عم بيسوق السياره وبيسوق منيح فجاه يوعى يلاقي حاله ما بقى عارف سوق؟ شو دينا؟ لا طبعا. بتعرفي تكتبي؟ بتعرف من اين تعلمتي الكتابه؟ من وانا صغير هون بالمدرسه. شي مره نسيتي؟ شي مره بعيد الصبح قويه؟ شو هو الاحرف؟ ما بعرف الاحرف، ما بعرف اكتب. الموضوع اللي هتكلمك فيه كان عندي من وانا صغيره، بعدين قلت لا لازم اجرأ نفسي، فابتديت اجرأ نفسي. ليش عم تطلعي فيه وما بال؟ خايفي على ردة فعلهم؟ لا هي شو؟ مش خايفة على ردة فعلهم. شو ليش عم تطلع؟ هلا انا عم بحكيكي وانت عم تطلعي تشوفي اصحابك شو عامل. ليش قولي لي؟ كل حتى هذا الشيء ما بين لما نكون انا وبين مثلا تكون بصف راس ترقص تطلع بكل واحد فيها كيف عم يطلع. اذا عملت حركه غلط بتطلع، اذا ما عملت منيح، اذا ما غنت منيح يمكن، اذا اشطت بصوتها بتطلع. بيت على مبدا العالم فإذا لازم تقول لعقلك هون كيف بيكون الإنسان قده. دائما لما في أشياء ما بنعرف نعملها أو خيفانين منها بنقول كيف ممكن يكون الإنسان، كيف ممكن يعملها لو كان حدا بيعرف يعملها، كيف لازم يعملها، كيف بيكون الإنسان قد اللقب، كيف بيكون الإنسان قد هالتجربة. بس تسأل سؤال كيف، لا قصدي مروان على سؤال كيف، بس تبلش تسأل كيف بتبلش تلقائيا دماغك يعطيك أفكار للحل. حابنا مثل ما منعامل حالنا ما بيبقى لنا ولا صديق. لو منعامل أصحابنا ومنقول لهم الكلام بالطريقة اللي منقولها لحالنا كانوا كله هشل عنا. في أسألك سؤال، إذا كنت كتير بتحب حالك يعني عن جد كتير، يعني بتقول أنا ما بتقارن حالك بأشخاص، عن جد عم بحكي، هيدا شيء منيح أو لا؟ فسري لي اكثر مشان ما هلا يبين السؤال وكانه انه ما بقارن حالي لاني انا اهم من حالي ولا لاني لا انا يعني ممكن يكون في احسن، بس انا بالنسبه لي انا كثير مقتنعه بحالي كشخص يعني. لا يعني شيء منيح، شيء كثير منيح. انا ما
لأنه انتبهي، لأنه هيدا الفرق بين إذا بدك الأنانية أو النرجسية وبين حب. أنا مزبوط، أنا ما لازم أقارن حالي بحالة، أنه في يكون مروان منيح وأنا منيح. انتبهوا لما ما بقارن، والمقارنة مرات كتير على فكرة كتير مؤذية المقارنة، لأنه كلنا بنتمنى منيح. أنا بلشت أقرأ خلاص. جيب قلم بس ما في قلم. أوكي والله ثانك يو ثانك يو، شكرا لكم، وبتمنى أنيس نحط التاريخ يا أستاذ. إيه إيه رح اكتب نفس الشيء صح؟ اليوم قد ايه اليوم؟ 6